دلوقتي بعد اعتراف سكينة ما بقاش عندك أي حاجة تقوليها غير إنك تعترفي زيها. تمارة خمرجية، كلامها ما يمشيش علي. هي تعترف زي ما هي عايزة، لكن تجر رجلية معاها لا. أنت هتقعدي برضو تلفي وتدوري؟ مش دي صورتك أنت وبديعة؟ لقيتوها فين؟ وسط الجثث اللي كانت تحت بيتك في علي بيت كبير. عسكري هات بديعة. تعالي يا بديعة، تعالي تعالي، ما تخافيش ما تخافيش. بديعة راي اعترفت وقالت ان هي شافتك وانتوا بتخنقوا النسوان اللي اتمنتوه. عيلة تضحك عليا عسكري. انا ما موتش حد. عبد الرازق وعربي وحصاب الله هما اللي كانوا بيموتوا. قال لي ما انطش تشوف كنت في حد بتموت قصاد. انا سكت. اختي اللي كانت بتستنى معاهم هما الاربع رجاله اللي كانوا بيموتوا. انا مالي؟ خرج بديعة عسكري. يعني نقدر على كل حاجة يا بيه. طب اقعدي. أنا عايز أسمع منك بقى بالتفصيل. 17 جثة. عايز أعرف كل اللي حصل. اهدي كده وتحكي لي. فرختين نوبة واحدة. وشفت ايه كمان يا بيت؟ وملوخية يا أما. فراخ وملوخية كمان. دي لازم بتحبه قوي. أنا تعالى يا أما. تعال ربط لك بطنك على ما خالتك تخلص الأكل. لا مش عايزة مش عايزة. لا مش عايزة. يعني هو ربط الحزام مش أرحم من جوع. البنت بديعة قالت لي انك عندك عزومة. قلت اجي اساعد. عزومة ايه؟ النبي يخلي. انا فرحت قوي لما عرفت انك جبتي فرختين. والشقيان ده يا اختي ملوش نفس ياكل. سلقتيهم يا اختي ولا سلقهم؟ لا معلش سلقتهم. تعالي انت استريحي. يا حلوة مبروك. جبتيها منين دي يا سكين؟ اهلا وسهلا. راي اختك يا سكينة صح؟ ابو المفهوميه طول عمرك مش زي ناس. نورت بيتك يا احمد. الف بركه يا اخوي. اهلا يا ست ريا. اما اروح اغسل وشي بشويه الميه. اجيب لك يا اخوي الميه لحد عندك. لا ما الميه بره كتير. كتر خيرك. بعد اذنك. اذنك معايا. امير جوزك قوي يا سكين. ده باين عليه جدع طيب. بقول لك يا اختي البنت بديعه جلبيتها دابت عليها والشتا داخل علينا وما نمتش طول الليل من كحه الولد. النبي يا اختي انا خايفه يحصل اخوك. ما انا عارفه انت جايه ليه. خدي هاتي لي نفسك فيلك ولعيالك. ما انحرمش منك يا اختي. يلا يا بديع يلا. ولا انت عايزه تقعدي مع خالتك؟ اصل البنت دي عينها وعفتها الملوخيه بيشيعيها بطبق.
ليه وانا ما عنديش نظر؟ بنتي يا بديع خليكي قاعده مع خالتك، ايدك بقيت هيبت لحد ما تخلص. سجن انا هستلف منك الجلابيه دي، اجي من ساعه وارجعها لك تاني. ما انحرمش منك يا اختي. البيت ده متأجر باسم مين يا ريا؟ باسم جوزي يا سعادة البيت. اسمه ايه جوزك؟ اسمه حسب الله يا سعادة البيت. حسب الله ايه؟ حسب الله سعيد مرعي يا سعادة البيت. انتوا قبضتوا على حسب الله ده؟ في تلات رجاله بره. جوزي مش فيهم يا سعادة البيت. ما تتكلميش الا لما تتسألي. اما تسألي يا سعادة. هو مش مقيم معاك في نفس البيت؟ ايوه يا سعادة البيت. امال هو فين؟ ما نعرفش يا بيه. واضح انه ما كانش موجود ساعة الكبسة جنابك. والجدع الفتوة اللي بيحميهم فين؟ اسمه ايه الفتوة اللي شغال معاكم يا راية؟ شغال معانا في ايه يا بيه؟ انت هتستعبطي؟ مش عارفة شغال معاكم في ايه؟ احنا ما بنشتغلش في حاجة يا بيه. الجماعة اللي انتوا شفتوهم عندنا دول حبايبنا، قاعدين بنتونس مع بعضينا. والخمرة اللي كنتوا بتشربوها؟ ولا نعرفه راحتنا يا سعادة البيه. سعادتك اما دخلت عندنا شفت حد بيشرب؟ انتوا ما ظبطتهمش متلبسين؟ عيب يا بيه، احنا ناس اشراف يا بيه. واضح ان في حد بلغهم فطلعوا استخبوا فوق السطح. كانوا بيعملوا ايه بقى فوق السطح يا رايا؟ كانوا بيتشمسوا يا بيه. بيتشمسوا كده؟ طب خليهم يدوروا لي على جوزها ده ويجيبوه لي من تحت الارض. جوزي ما عملش حاجه يا بيه. اخراسي. ايه؟ أني بقى لها الرعب في الرجلين؟ أني ما كنتش لوحدي يا راي؟ ولا ايه يا اختي؟ أني ما نموتش؟ وانتي لسه حد كلمك ولا قالك انتي فين؟ انتي مش بتقولي انهم حفروا في الاوضه اللي كنت ساكنه فيها؟ ومش كان في سكان قبلك وسكان بعدك؟ مفيش بعدي، مفيش بعدي. ده حتى الراجل صاحب البيت ما صدق ان احنا خرجنا، لاجلي اجره كله من بابه. يا دي البخت، لو كان حد سكن غيرك كان زمانك طلعت منه زي الشهر العجيب. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه يا اختي؟ انكتمي بقى شويه عشان نعرف نفهمك ونفطمك هتعملي ايه. طب فطميني يا اختي، فطميني اقص البلاوي. انت اني محقوقه، اني محقوقه اللي سمعت كلامكم من الاول. انت هتتهفلنا يا بنت من اولها؟ حد عارف هيحصل ايه؟ اي حد يسالك ترد تقولي له. نقول لهم ايه بقى؟ نقول لهم ايه؟ نقول لهم ايه؟ الله يخرب بيتك لبيت سنينك لبيت عشرتك السودة. يا بنت انكتمي شويه يا بنت عشان نعرف نتكلم معاكي. سبتك السودة يا سكينة، يا سبتك السودة يا سكينة. انت هتنوحيلي يا بنت، هتنوحيلي. قولي وانا اعرفش. هو ايه اللي ما نعرفوش؟ ايه اللي ما نعرفوش؟ افهمي الكلام اللي هنقوله لك عدل. اي حد يسالك على حاجه كلمه واحده اللي تقوليها، ما نعرفش. ما تخليش حد يمسك عليك الكلمه، فهمتي؟ سعاده البيه اني وليا ضعيفه ومكسوره الجناح، قصد اتنين مفتريين وظلمه. مين الاتنين دول؟ واحد يا اسمه عبد الرازق والتاني اسمه عرب الصوامعي. الصوامعي؟ نابو يا بيه، نابو الصوامعي. هو جدع صعيدي وعامل فتوة وبحري كله بيعمل له حساب. دنيا غلبانة يا بيه. أنا عزمته هو وصاحبه عبد الرازق من قيمة تيجي 3 سنين عندي. وعرفتيهم بأي صفة؟ بصفة جيران. أنا عرفتهم بصفة جيران، كانوا قصادي في السكن. وعرابي كل ما يشوفني يقول لي ما تخافيش من حد، ان حد زعلك انا عراب الصوامعي. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ مره يا بيه نوبه واني ماشيه في الشارع في الابراهيميه في عز الظهر. امتى الكلام ده؟ من امتى؟ يجي 3 سنين، لا 6 اشهر. واني ماشيه في الشارع قابلته هو وصاحبته نازله ابو الليل. قال لي انا عايز نجيب الحرمه دي ونيجي نقعدوا عندك في البيت. اني فهمت، قلت له بس اني جوزي يزعل. قال لي منقول ابوكي لابو اللي جابوا ابوكي انت والراجل اللي قانيك. امشي يا بنت على البيت. خدتهم يا بيه، رمالي نص ريال وقال لي اجري هاتلنا اكل وشرب بس عوقي ما تجيش طوالي. وبعدين يا ريا كملي ما تخافيش. بعدها بيه يجي بساعتين رجعت ولقيته قاعد قصاد البيت، ولما سالته على النازله قال لي مشت، كانت مستعجله ومشت جاتها القرف. وبعدين يا بيه
بعدها بقيمة جمعتين بقيت أشم ريحة حاجة نتنة في البيت، قمت تاني خفت كمان أنا قلبي ضعيف يا بيه، أنا قلبي ضعيف. سألت جارتي أم حافظ قالت لي بيبقى خارب مستكة، قعدت مبخر يا بيه لغاية ما الريحة راحت. دي كل أقوالك ولا في حاجة تانية عايزة تقوليها؟ أيوة يا بيه أيوة. بعدها بردك بقيمة 3 أشهر، لا 4 أشهر يا بيه، قابلته في الشارع هو وصاحبه عبد الرازق، وكان معاهم حرمتين. قالوا لي بردك احنا عايزين ناخد الحرمتين دول عندك في البيت. قلت لهم اني نخاف من جوزي الله يضربني. قاموا الاثنين يا بيه ضربوني بالشلوت في بطني. لا يا بيه حرام، كدب حرام. واحد ضربني بالشلوت في بطني والتاني ضربني بالشلوت في ظهري بردك. فاطمة قريبة عبد الرازق دي واحدة من الجثث التلاتة اللي لقيناهم مدفونين في اوضتك؟ يعني عليهم يا بيه ما نعرفش، يمكن تكون واحدة منهم. لكن انت قلت في محضر البوليس كلام غير ده؟ انا يا بيه قلت ايه؟ انا مش فاكرة. قلت ان انت عرفتي عبد الرازق عن طريق اخوك يا ابو العيلة. يعني صراحة مش فاكرة حاجة، ولا قلت ايه ولا ما قلتش ايه صراحة. طب ونزل ابو الليل عرفتيها ازاي؟ انا ما نعرفهاش يا بيه. ما تعرفيهاش؟ لكن امها بتقول في البلاغ انك صاحبتها وكنتي بتفصلي هدوم عندها. يا بيه ابعد عنك، دولية كبيرة وخرفت. ده دايرة عمالة تقول ان عرابي هو اللي حايش بنتها، اني دخل ايه بالعبارة دي؟ عندك بتعملي ايه يا بنت؟ خدي هنا. هيا بنت قرب. هي مين ياما اللي كان ابويا وعرابي شايلها؟ شايلينها فين يا بنت؟ في الاوضه انا شفتها. شفتي ايه يا بنت؟ شفت ابويا وعرابي شايلين واحده ورماها في الحفر. عارفه لو نطقت كلمه من اللي شفتيه ده ولا جبتي سيرته لحد انا هعمل فيكي ايه؟ انا هنقطع جسمك ده نساير نساير بالسكينه، وهنرموك وياها في الفحر، نجيب تراب وندبدبه عليك برجليا. سامعه يا بت؟ حاضر يا. اياكي تنطقي انك شفتي نازله هنا يا بت، اياكي، ولا هنطقي بنص كلمه يا بت، فاهمه؟ طب هما ليه اما حطوها في الحفر؟ يا مين دي يا بت؟ نازله. انت مش هتجيبيها لبر، مش هتجيبيها لبر، انا عارفه غوري لعبي في اي حته. ما كفاية عرابي، هي بعزقت فلوس وخلاص، ده القرش بيجي بالضليل. ما تمسكوا يا اختي ايديكوا شوية. الكلام ده ليه يعني؟ الكلام ده ينقال للي بتصرف فلوسها على المدعوق اللي بتدفعه، ولي بنصرفها على المفيد. اقلها راجل يقف معانا ويحمينا. على ايه بس ده كله؟ ده احنا على كده بقى حيبقى عندنا ناس يحرسونا، ولا اللي بيحرسوا المدورية. عبد الرازق ده بعبع بحري، كله بيخاف منه ويعمل له حساب. بالبلدي كده واحد وشه مكشوف. مش لما يبقى عندنا شغل
يكفي اللي هياخدوه مننا العالم الجعانه دي. اني في حاجات بنطبطب ونسايس وندلع وناخد رايك فيها، وفي حاجات يا عين اختك بنعمل الصح فيها، واني في دي مش مستنيه شرطك. انت بتخوفيني ليه؟ اني خلاص هنقول لحسب الله يتفق معاه. ايه مالك قاعده كده ليه؟ قولي هنا رايحه فين؟ في ايه يا خرابي؟ ازاي نبقى اني جايباها من دكانها وبتها عارفه والناس كلهم شافونا سوا ماشيين في الشارع وبنموتوا؟ ازاي؟ كنتوا استنوا لما تجيلكوا هنا لوحدها واعملوا فيها ما بدالكم. ايه عايزين ترموا عليا التهمه؟ عايزين تلبسونا مصيبه؟ طب اني بقى هنطربقها على دماغه كله، هنقول على كل حاجه. طربقيها وهيطلعوا المدفونين عندك هناك، وساعتها هنتعكوا فيها كلنا ومحدش هيقدر يقول ماليش دعوه. رايا معلمة رايا، عملتوها يا عرابي؟ عملتوها؟ انكتم يا بت، قال ننزل نوريكي شغلك يا وليه خمرجيه. نشم شوية هوا. نفوتكم بعافية. يعافيك يا اخويا. انت كده انتوا خايفين. زنوبة دي أول واحدة صاحبتها ساعة ما حطيت رجلي في اسكندرية، حتى اللي بتاكل معاكوا عيش وملح طول السنين دي كلها، يعني لو معايا حسبة 10-12 جنيه تولتي عليا انت وجوزك وتقتلوني؟ أنا يا أختي اتخذت على مشمي زيك بالظبط، أنا كنت قاعدة بنقل البيتين كان، قامت أم بتعة تساعدني، الرجالة راحوا قايمين منيمينها على الأرض وبركوا عليها، بس الكلب جامدة قوي، ده بقت تفلفص وترفص تقطيع. أنا جدتي يا أختي ما استحملتش، أخدت الوابور بتاعي وطلعت نقلي بر. أنتي مش كنتي لقيتي الوابور جنبي؟ يلا 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 نرمي التراب ده في المنور. يلا يلا يا أختي يلا. في النظر يا ريت تحت رجليك يا سعادة البيه. انت كمان بتهزر يا ريان. لو اللي فيه ده هزار يبقى كلامي بصفة هزار. شيل الحصر دي من هنا. يا حسين انت ما تطيش تشيل بقى. انتوا ركبتوا بلاط جديد هنا؟ البلاط ده اتخلع فورا. احفروا في التراب ده.
مفيش ذنب يا سعادة البيه، ده عربي وعبد الرازق كانوا بيجوا الأوضة وبيجيبوا معاهم نسوان وبعدين يخرجوا من غيرهم. تمام يا فندم. كملتوا حفر؟ العساكر مش طايقين الريحة، فأجرنا 4 عمال يقوموا بالشغلانة، ولحد دلوقتي طلعوا 3 جتت. فيهم رجالة يا محمد فندم؟ لا جنابك، كلاتهم ستات. لسه في جثث تاني؟ لا يا فندم، بس انا وقفت الحفر لان الدنيا اتمست والريحه محدش قادر يطيقها ابدا، فقلت ناجل الحفر لحد بكره. حطيت حراسه على البيت؟ سبت قوه هناك وتحت امر جنابك. ابعت قوه تقبض العرابي وعبد الرازق. انت تعرفي هم ساكنين فين يا رايه؟ انا مش مستريحه للولايه اللي اسمها فردوس دي. دي مرة عينة بجحة وبكسة وبتشغل عبد العال. طب ما تشغل ورك عليه هو. ما انت عارفة الدوي على الودان أمر من السحر. لا ودي بقت عارفة وقت دخوله وخروجه، وتبقى لابسة له يا اختي المشخلع والعريان والألافرانكة عشان تزغل العين. انت مش بتقولي في راجل أنيها؟ ايوه، خواجة انجليزي وش احمر متدهول على عينه كده وما يعرفش السما من العامة. لا يا راي، لا الولية دي لازم تموت. ما تقولي اللي في ضميرك يا سكينة، هي المرة دي متسياغة؟ إلا متسياغة، دي متسياغة فشر أيها سيغة. ولا هدومها دي عندها شوية هدوم مش موجودين يا أختي عند واحدة من ولاد الزواج، إن شاء الله تعدامهم. أيوه سكينة، ده أنت من كده منها قوي. طب سبيلا من الحكاية دي، أنا هنروح نشوفها ونعاين ونجيب قرارها، بس يوم ما نطبق عليها ما تبقيش انت موجودة عشان نعرف نتساير معاها ونعرف ما يطلع. خلاص اللي تشوفيه، بس انا مش هيهدالي بالي لما نشوفها مدفونة هنا في ريح المرحومين.